إذن تحركات إيجابية شهدناها على العملات المشفرة، وإن كنا نتحدث تحديدا هذه المرة على عملة البيتكوين التي لامست أعلى إغلاق لها كان عند مستويات 48,000 دولار، والذي يعتبر أعلى إغلاق في قرابة العامين. ولكن ما الأسباب التي نشهدها اليوم من هذا الزخم والتدفقات على العملات المشفرة ونحو الأصول والملاذات غير الآمنة هذه المرة؟ تأتي في ظل ما نشهده من ارتفاعات قوية في الأسواق في وول ستريت واختبار لقمم تاريخية، إن كنا نتحدث عن الاس ان بي 500 والذي لمس مستويات تاريخية خلال الأسبوع الماضي. أيضا لدينا التباطؤ الذي شهدناه في معدلات التضخم والترقب فيما يتعلق ببداية التخفيض لمعدلات التضخم من قبل الفيدرالي الأمريكي، والذي تسعر الأسواق بأن يكون في مايو المقبل. عم نلاحظ التحركات على البيتكوين وخاصة ما شهدناه من إغلاقات تعتبر هي الأعلى منذ مارس من عام 2022 كما تحدثنا، مستويات 48,000 نقطة. كذلك الأسبوع الماضي إن قيمنا التحركات على البيتكوين تعتبر هناك ارتفاعات بأكثر من 10%، وهي أفضل أداء أسبوعي لها منذ 8 ديسمبر. لكن كما يتحدث المحللين بأن اختبار المستويات المتعلقة بال 48,600 نقطة هي مستويات دعم فنية مهمة التي ستدعم التحركات بالنسبة للبيتكوين للانطلاق نحو قمم تاريخية جديدة. لكن هناك بعض التوقعات من بيوت الاستثمار، ونتحدث هذه المرة عن ستاندرد تشارتد، والذي يرى بأنه سيكون هناك تدفقات نقدية بين 50 إلى 100 مليار دولار. التحديثات التي حدثت فيما يتعلق بسوق العملات المشفرة في عام 2024، إن كنا نتحدث عن السماح لتداول صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين، أعطت هذا الدعم الواضح على الحركة التي شهدناها على عملة البيتكوين. ولكن القمة التي استطاع أن يحققها أيضا عند 48,000 نقطة كان قد اختبرها في شهر يناير في بجلسة 11 يناير، وخاصة بعد الإعلان عن الموافقة لعملية التداول لهذا النوع من الصناديق. وبالتالي عم نلاحظ أيضا بالنسبة لبنك ستاندرد تشارتد الذي يرى أيضا بأن سعر البيتكوين قد يصل لمستويات 100,000 دولار في عام 2024، وأن يتجاوز هذا الأمر في عام 2025. وإن كنا نتحدث عن البيتكوين تحديدا فهي القيمة السوقية، بالتالي لديها تستحوذ البيتكوين على أكثر من 49.7% من سوق العملات المشفرة، والقيمة السوقية لسوق العملات المشفرة بات اليوم يتجاوز $1,900,000,000,000. الأمر الأساسي أيضا الذي يمكن أن يكون له تأثير على التحركات وهو الترقب للانقسام المتعلق لمكافأة تعدين البيتكوين والمقرر في أبريل من عام 2024. وبالتالي قد نجد بأن هناك توقعات بانخفاض التضخم السنوي للبيتكوين من حوالي 1.6% إلى قرابة 18%، وبالتالي هو ما يعد تحولا فيما يتعلق بالدورة التضخمية لأقل من 1%.